السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأحبابي اللي اشتقت لهم كتير وحشوني كتير من حوالي 4 شهور اهو، وأنا بعتبر إن أنا اللي اتحرمت منكم حقيقي والله، لكن في ظل الظروف اللي الأمة فيها دلوقتي وفي ظل الدماء التي تسيل في كل مكان على ظهر هذه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يحدث الآن في الصين من تهجير ومن تغيير ومن سفك للدماء ومن اغتصاب للنساء ومن تمزيق للأشلاء ومن حبس ومن اعتقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده سببه إيه؟ لا ترى أي بقعة على ظهر هذه الأرض إلا وفيها دماء تسفك للمسلمين طبعا، يعني في كل مكان، بورما، سوريا، العراق، اليمن التي كانت اليمن السعيد، نيجيريا، أفريقيا الوسطى، إسرائيل واللي بتعمله في إخواننا في فلسطين، في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم ده سببه إيه؟ إيه اللي أدى لكل اللي بيحصل في ده دلوقتي؟ أنا مش هتكلم على الأسباب الدنيوية، لكن في أسباب تانية دينية لازم نتكلم فيها، ولازم ما نحطش وشنا في التراب ولا في الرمال، أو ندفن رؤوسنا، ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول هذه الأسباب كثرة الذنوب والمعاصي. ما نزل البلاء في أرض إلا بشؤم معصية أهلها، وما رفع البلاء إلا بتوبة صادقة إلى الله. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أنا وإنت السبب. الأمة الآن تتبجح على ربها بشؤم معصيتها، الأمة الآن تجهر معاصيها بذنوبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ببجاحة شديدة. ترى في ديار المسلمين ما لم نراه أبدا من قبل من جرأة ومن جهر بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذنوب اللي خلتنا لو انت السبب في اللي بيحصل دلوقتي. ايوه. تاني حاجه، البعد عن كتاب الله وعن سنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهل تمسكت الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا والله، بل استبدلت الأمة كتاب الله عز وجل بقوانين وضعية، بل وصل الأمر للاستهزاء بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصح كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالث حاجة، حب الدنيا وكرهات الموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثير، 1,700,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما سقطت الخلافة العباسية إلا بحب الدنيا وكراهية الموت.
وما سقطت الأندلس إلا بحب الدنيا وكراهية الموت من أجل كرسي زائل أو منصب حقير أو لذة فانية أو شهوة محرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابع حاجة ألا وهي عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. أصبحنا نرى المنكر ولا ننهى عنه، ونرى المعروف ولا نأمر به. خامسا عدم التوكل على الله عز وجل. يا فلان شوف لي وصلة لابني، عايز أشغله. يا فلان عايز أدخل ابني مدرسة لغات أو مدرسة خاصة، شوف لي وصلة ليه. يا فلان عايز أشتغل، ما تشوف. يا أخي أين الله؟ أين الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث فاروق هذه الأمة الأواب عمر بن الخطاب: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فتوكلت الأمة على ربها؟ لا، لا إلا من رحم الله. سادس حاجة إيه؟ الأنانية وحب الذات. أصبح الكل يقولون الآن، يقول الآن نفسي 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 نفسي. يا أخي يا أخي، وأين أنت من أخيك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهل تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك. يا جماعة كلنا مشتركون فيما يحدث الآن في أمتنا الحبيبة. يا جماعة تحتاج الأمة لتوبة صادقة إلى الله، وللتمسك بكتاب الله وسنة محمد بن عبد الله، وأن تتعلق الدنيا الأمة بالآخرة ولا تتعلق بالدنيا. اوعوا، خلي الدنيا بالنسبة لك وسيلة مش غاية، إياك أن تتمسك بها. وعليكم التوكل على الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ساعتها بس هنرجع تاني نسود كل الأمم. أسأل الله بأسماء الحسنى بصفاته العلى أن يفرج قرب إخواننا هناك في الإيغور، تركستان، في الصين، وفي بورما، وفي نيجيريا، وفي أفريقيا الوسطى، وفي اليمن، وفي سوريا، وفي العراق، وفي كل بلاد المسلمين وفي فلسطين، إنه لذلك القادر عليه. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.